انفسه. به خلينا ناخذ سامية عبو القيادية بحزب التيار الديمقراطي اللي كانت حاضرة اليوم في الوقفة التضامنية من وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح الموقفين في قضية التآمر على أمن الدولة. مدام عبو عسلامة مرحبا بك معنا في هنا تونس، وقبل كل شيء رمضانك مبروك أول مرة تدخل معنا في رمضان. مبروك ورمضان مبروك جميع المستمعين، وشارك العام ونحن بخير يا ربي، وربي نحن الغب على تونس يا ربي. مدام عبو، أول سؤال المطلب لو كانت أكد لي هو الإطلاق الفوري ولا مشروط للموقفين في قضية التآمر على أمن الدولة أو التضامنية فقط؟ لا شيء، هو تعبير وصرخة توجه النظام الحالي بأن يطلق سراح المعتقلين السياسيين. فوالا هذا هو تكوغ، معناتها ما فيه حتى شيء آخر، ما فيهاش حتى بوادر نتاع مصالحة ولا نتاع تخفيف ولا نتاع وقفة تضامنية. لا لا لا، احنا نطالبوا برفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، رفع يد السلطة التنفيذية وعلى رأسها قيس سعيد، وبعدها وزارة العدل، وبعدها معاها المكلفين بمهمات وليس مكلفين مهمة اللي قاعدة في الأكاذيب، لأنهم يرفعوا يديهم على الملف، على العائلات وعلى الناس اللي يبايعوهم في السجن ظلما وبهتما. مدام عبو، اليوم كشوف الصورة الآن اللي تابعوا فينا على الموقع متاعنا ديونا فين بونيت وقال على شانيل يوتيوب وقال على الفيسبوك، شفنا أحمد نجيب الشابي حذا حمال همامي جبهة الخلاص، نجم نقولوا بأنه بداية تتوحد الآن جبهة معارضة، ناس كل معارضة، كل القوى السياسية ضد مسار 25 جويلية. شوف، احنا اللي نفس هذية يعني احنا خذنا اليوم ما هوينش ضد مسار 25 جويلية، احنا خرجنا ضد المحاكمات اللي مش عادلة، ضد الظلم، ضد تلفيق التهم، ضد زج بالناس في السجون، مع القضايا العادلة خرجنا. اما مسار 25 جويلية اللي احنا ضده ما خرجوش عليه اليوم، احنا ضده المسار هذية من 22 سبتمبر، الانحراف اللي عملوا، الانقلاب اللي عملوا، التعامل التحيل اللي صارت على شعب التونسي وعلى البلاد، احنا ضدها. لكن اليوم خرجنا باش نلدوا بالايقافات تاع الظلمة دي اللي صارت على المناضلين بمختلف حساسياتهم في الملف، ما سمي بملف التآمر، هذا باش نكونوا واضحين معك. دونك انا اليوم في الشارع خرجنا بعينيها الخمسة احزاب او الاربع احزاب دعات للوقفة هذه، يلتحق من يلتحق، هذايا راهو هذايا يقوينا على الملف مش ضعف. به شنو الخطوات القادمه اللي تجم تعملوهم كمعارضه اليوم، خاصه كي نشوفوا تقريبا كل الاحزاب اليوم مع الاحزاب في تونس ولا منظمات دوليه ولا دول ولا نائبين في الكونغرس يطالبوا الكل باطلاق سراح الموقوفين في قضيه التآمر على امن الدوله، شنو الخطوات العمليه اللي تجم تعملوها؟ عداء تضامن وعداء الوقفات الاحتجاجيه واعتصام جبهه الخلاص مثلا. قبل كل شيء سمحني معرفة، قبل كل شيء إذا الساعة يفهم المنظومة اللي يعني على رأس السلطة اليوم ومن معه يفهموا أنه ما خوفوش، يفهموا أمره وكيحط نفس الحبس أو تعلم نفس خير برا حزة بالحبس، راهو ما يخوفوش الحبس، راهو ما يخوفوش قمعك، راهو ما تهددنيش ساعة، خلنا نبدأ من برا ساعة اللي هما في الأصل أحرار وفي الأصل في عايشين في السيفيل قبل باللغة السجون، راك حتى هو اللي فازيك اللي شو اللي يخوف الناس، راك ما خوفتنيش، ما تخوفنيش، هذه واحدة. اثنين، لا مش نسلموا في ولادنا، مش نسلموا في اخواتنا، مش نسلموا في اصدقائنا، مش نسلموا في خصومنا اللي وقت يتظلموا، ما نسلموا في حتى حد وقت يتظلم، هذه بنتنا. ثلاثة، الطرق اللي احنا نقاوموا بها ماهيش جديدة معنا، مش نبي سلاح يا شيخ، معنا سلاح شنو نزول، حتى كان عندنا سلاح ما نزولش، لأن دعاة 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 مدنية ودعاة سلم وسلمية. لك احنا من الاحتجاجات للبيانات للاعتصامات، وكان من اضرابات الجوع، وتعرف النظارات نتاع المعارضه كيفاش بالتدرج بشوي بشوي. احنا توصلت لهم مش تلمس ملف هذايا، ملف اكثر من فارغ، ملف يحشم، ملف جريمه، هو بيدي شكل جريمه تحاكم بها السلطه الحاكمه اليوم. الملف هذايا مش هو ملف التآمر، اللي قاعد يصير بالملف هذايا، اللي قاعد يستثمر بالملف هذا هو التآمر،
اللي قاعد اللي يحب يحقوا به كتجارة مربحة هي إقناع الناس وإسكت الناس وغض البصر وغض النظر وغض القلوب وغض الأبصار على الوضع الكارثي سواء كان اقتصادي ولا سياسي ولا مالي ولا التدين المفرط ولا هذا اللي يحب يوصل له قيس سعيد حيث رزع الشعبية نتاعو تحت بالملف تاع التآمر هذايا صنظام التآمر هذا يحب يوصل له قيس سعيد لأنه ترعب وتفجع لما تطلع الشعبية نتاعو تحت هذه هي مشكلة قيس سعيد أنه يطلع في السونداج مشكلته أن الشعب يصفق يغموا يسبلوا يستخفلوا ويصفق هذه مشكلة قيس سعيد أنه يسكتهم على الغلاء الأسعار وعلى فقدان المواد الأساسية وعلى فشله مش على فقدانها على فشله وعلى عزه هذا شيء يحب قيس سعيد دونك أنت بالملف هذايا هو قاعد يحقق في هذا كل دونك بالنسبة لينا ماهوش قضية عادلة وقضية منصة تنجم تقول خلقنا فيها شوية هكا شوية مثلا فيها لابريسيسيون دي جوج مثلا فيها تقضية للقاضي احنا نبقى هنا راهو احنا في خرق جسيم وبديهية بديهية انه ملف فارغ بديهية التلفيق دونك انا سامحني ان نسأل تهمة موجهة سلاح ورشاشة وعنق وذخيرة والسؤال السيلو وحبار نورمال يلاقي بعضه يتهمك بأنك أنت معناتها باستعمال السلاح والذخيرة واحد ونسلك ونقول لك ايش كتبت التدوينة هذية كتبتها بالسيل ولا ذاك السلاح تحكي عن اختيال تحكي عن القتل وانت ما عندك حتى شيء في الموضوع وتسأل لو تسأل على أسر تعرف فلان وتعرف تعرف سلطان تعاتم فيه على التآمر على أمن الدولة الخارجي وحتى اسم برناغ ليفي زي الصهيوني المعروف بالمؤامرات وتسأل وسؤالك يا قاضي تحقيق تسأل فيه انت قعدت مع ممثل الصحافة الأمريكية المكلفة بالملف السياسي ايه قعدنا ايه هذه تهمة نقعد معها خليجي ما نقعد معها اي لكن اليوم السلطه يعني تهم بانك تقعد مع ممثله للممثله السياسيه في سفاره الولايات المتحده الامريكيه تتهم السلطه المعارضين اليوم الموقوفين في قضيه التآمر على امن الدوله بانها تتعامل مع جهات اجنبيه. شوف انا فاهمك حاش فسر لي مسيرش مش لا انا وفسر زاد المستمعين والمجتمعات باش نفهموا مليح وبعد عندنا ما نحكيو بالطبيعه ضيفتنا مدام شادلي عندها بالطبيعه ما تحكي في هذا ال مسيرش مرحبا اوزل فهمت حاش سياسيا اتهم كما تحب سياسيا قول يا خوانا يا مندسين يا متامرين خو سياسيا نحكي بوليتيك معاك اعطي الاوصاف لك انت مناسب داكوزو اما قضائيا وقانونيا لا يحق لك ما توجيه تهمة إلا بنفس صدق الوضع. أنت عندك نفس مجرم معنى أنك الحين قدام قاضي يزم عندي نفس الإحالة فرق عندك نفس الإحالة تحايل عنده نفس الإحالة الهاب الهاب عندك نفس الإحالة أنت اليوم شهمتي أنه قاعد مع ممثل صالة أمريكية تدعاها وتدعاته يعني هو أنت شنو نفس الإحالة نفس اللي يجرم هذا الفعل شنو النفس ما عندك حتى نفس جان يقول قايل لو انت تحب تخلق نفس جديد خصيه فرصته على القاضي ايه ممثل السارة الامريكية اللي هي قاعدة معها واللي هو تآمر معها ما هي تصبح شريكة في هذا التآمر ما هكا ولا وكي هي شريكة في التآمر إذا ما تتحال وإلا أقلها إذا ما تردها شو تردها بيدا خطرها متآمر على البريد وإن هي ملف اعتمادها أقل حاجة تعمل ردة فعل باش تعذب اللي راه وصلنا لمحاكم الاجرام بالدوله. بحسب رايك علاش ما صارتش رد الفعل هذا؟ سؤال اخير مدام عبو، حسب رايك علاش ما صارتش؟ خاطر سامحيني يكذبوا. ما لقيت عباره اخرى ولا لا غالبا العباره اللي نحسها نقولها. هذوما يكذبوا على الشعب. هذوما قاعدين شكونهم اللي يكذبوا على الشعب مدام؟ من السلطه، من رأس السلطه وجهابت. قيس سعيد يكذب على العباد. شو هي الملف تاعك امن يحب يعمل اختيار وين الاختيار؟ ملف كله كذب به ما تفضل مدام عبو تفضل. اي الملف كله كذب. قال التحقيق حاشم ما بتراسي حاشم ما بتراسي قرار نتاع انه يجوا فيهم بتاخذ ايديا اللي عمره لا فات عنده مقبل قبل ما يفتق. كيف به مدام الكلام هذا يتقال برشا مرات؟ كيفاش عرفتوا انه قرار الايداع حاضر قبل ما ينطق مهبط راسه؟ اي ميسيرش خلينا نعرف. شوف النهار الاول انا ما حضرتش في النهار بتاع التحقيق، انا حضرت في النهار الثاني. النهار الاول وقت قاطع المحامين
قاطعوا محامين المرافعات، جيت قام ديجا ثم قرار مقاطعة المرافعات. علاش قطعت المرافعات؟ قالوا لأنه قاضي التحقيق جاء قالوا له من الآخر يا أخي اللي جايين كل فيهم إيداع، قالوا إيه فيهم إيداع؟ قالوا متوجه هكا مدى معناها لا قبل الاستماع على قبل حد شيء معناها كل فيهم إيداع معناها حاكم التحقيق دخلوا له المحامين قالوا له عندهم الكل فيهم بطاقة إيداع، قالوا الكل عندهم فيهم بطاقة إيداع. اي كل فيهم إيداع ما فيهم تخلقوا ويحكم شغل المرافعات مصباح النور انتم شو شاطكم ضحت وكل كل فيهم بطاقة إيداع. شيء ما عيسى قلتوا الكلام هذا شيء ما عيسى جيناه قلنا له أموا في هدية يا سيدة أموا في هدية مرأة وعندها سكر وطفلة وعندها ولدها يعني أموا لها هي خليها هي صراحة أقل رئيس عنده سبعة يشيل وخليله معك يكفيه مش عامل البرز يعني مسرحية كيوم يا سيدي مالك دير يا عم يكفيه معك السبعة أموا هي حال صراحة مش مبسوط ديه الناس ما عندها حد شيء فما شيء بحق الأسل فيها يسأل أي وين بعد أي وبعد أي وين في علاقة بالطب سني على اختيار ما كنت أنا اختيار شكون حد نختار سني على سلاح وينه كيف شريت وكيف جبت ما هو توم دي سلاح وينه سلاح سني على التعامل مع قوة وينه شكونه هذي بنا اللي بيقولنا اللي عمل ريته ولا قبلته ولا عندي معه لكم تاك لما قريبا من بعيد معناتها الأسئلة الكلها في وين والتهم في وين قلنا له أموا هدية على الأقل هدية يا أخي خليها صراحة هكا مش تغش عليك هكا سيد كيدك مش تغش عليك وهكا مش تستقمك معناها هكا ولت مرافعات عند حاكم التحقيق مدام عبو معناها نتفاوضوا مع حاكم التحقيق نسأل فيك معناها ندخل حاكم التحقيق بلاي خلينا شي مع عيسى البرة ومدام عندك تعليمات في الأخرين وقف الأخرين هكا نحكي وي تبدل الأسر رأس متبس بهذا الشيء هذا رأس قد إيداع وأنت كمحامية قديمة وعندك خبرة في القضاء وكنت معارضة نظام بن علي سبق لك بأنك عشت مثل هذه القضايا بالطريقة هذه عشنا مشك عشنا شو معناها عشنا ما عادها سوقنا على الأقل هو الشعب من أنت زوجك محمد عبو سجينة بسبب رأي أي أظن المسائل الإجرائية يسعوا بالشيء عم مش يحترموها يسعوا كي تصير خلقات ساعات ما يفيقوش بها مثلا تغلط في مثلا في محمد عبو خلقوا مش خطة ثم قطع التقادم في الجرائم النشر باش يقطعوا ثم سقوط الدعوة بالزمن في جرائم النشر عملوا إجراء باش يخلقوا به باش يقطعوا به التقادم خلقوهم بعد كيف يقطعوا هي سقطت باش عملوا مراسلة فيها لتخونتين سبتمبر على حكي موعد سبتمبر في تخون جوغ فهمتك ايه معناها الممارسات هذية متشابهة ولا قضاء بن علي اللي حبيت نفهم انا في البلاتو هذية فمش كون قالي قضاء بن علي خير من قضاء قيس سعيد في البلاتو هذا بالذات لا مثلا مش خير من قضاء قيس سعيد قضاء غير مستقل كله كارثة اما مع قضاء قيس سعيد حاشون الحاجة اللي هي زيدة كل التحيات يا مدام رقادة تقول في كلام الكذب وقلت لحية والكذا ما كذل برا وذي قاعد يتعدى على البلاتو عيش خويا راني مانيش صغير تقول لي يا مدام ولا جبت مثالش انا مش ليانة انا بدي مانيش صغير انا بدي مش صغير انا الكذب ميلاس كله كذب بالضبط اي كله كذب وتنسيق شبدي نقول لك الحقيقة انا استنشف الحادثة ناس حرمتها من عائلتها هو قاعد مع مرته مع صغاره في القصر يسمع يعايش لبس عليه وربي يزيد وشعبه معاه برا اموره وحتى ناس حتى في الحبس حرمها من أولادها ومن عائلتها ومن هدوءها ومن سلمها ومن حريتها ومن كرامتها ومن ديزنها عليش فرحان هو عامل جو هكا انا عشت الحبس نعرفش ما تحبس لها عليش حبس عليش الحبس خاتوا جيو ضدك بيه تقولي انت تقول كذب اي من اسقى كذب بيه كله كذب بيه اللي هي واحد مين تقولي انت تقول قلتها وخل شنو الحياة كنا بلسة تم حياة قبل زي ما حياة تلقى قاضي على الأقل فارز الإجراءات عاملها فيلم تاع إجراءات وعامل فيلم تاع تهمة وتقعد تندد تقعد تدافع في الفصل في الفوق فما في الفوق في الفوق أكلتو ديما الرئيس عنده كلمته عنده وجدانه قلت خويا ما عندي وجدان اليوم مانيش في الفوق اليوم في الفارم في الإجراءات اليوم في الإجراءات اليوم فما فضيحة اسمها خاطر الإجراءات يقول لك شنو ما تعرفش ثم عبيد ما تعرفش معك هذي أما توكي تشد ولادهم ويشد حد من عائلتهم ويقع ظلمهم
بالقضاء بالمسألة إجرائية وقت يدق يقولوا أبن حق عن الحق. مدام عبو مدام عبو عندي سؤال، فما صفحات الآن قاعد تتداول في أسماء جديدة وسياسيين جدد سيقع الاستماع عليهم في الأيام القادمة، لو كان عندك المعلومة، وحتى كان عندك ما غير ذكر أسماء، وصلت لك مثل هذه المعطيات؟ أنا سمعت بها القائمة وسمعت بعض الأسماء، مش نسمي الأسماء طبعا، أما هذا أسلوب راهو، هذا هو بتاع رئيس هذي أسلوب تعقل التحية. احنا جينا من الوزارة، جينا من القطب، قلنا له يا أخي ريق قضي التحقيق، أسكب بالحق الملف اللي عندك أنت تويكا ما بين يديك لا يمثل شيء بالنسبة للحقيقة، بالنسبة للملف الحقيقي وراهو بأخصائية متاعه سري مطلق. قال لي ما صحيح. قلت له هاو عندكم نايب شعب فاطمة اللي يسد يتمثل الدولة وتمثل السلطة التشريعية، اليوم تخرج في تلفزة في قناة محترمة ومسموعة وتقول إن الملف دي راهو اللي يحكيوا فيه المحامين اللي نقولوا لو فارغ ما في شيء، مش هذاك الملف راهو، أما فما ملف آخر اللي هو مخبي. قال لي عندنا ملف مخبي ويدخلوا فيه ما يجيش، وراهو نحن ما نخبوا شيء عن المحامين بالحق، ما تخبي شيء عن المحامين. وقلت له اخرجوا احكيوا للرأي العام، راهو قاعد الرأي العام تتسرب له مسائل خطيرة. تشويه هذا اسمه، هذا اسمه تشويه، معناتها انت في الاخر سامحني معناتها معك انا ندخل ونص معك وقولوا من السير ما في شيء راهو كدايره وبالتفصيل مش بدك، ومن بعد يجيك واحد من غادي يقول لك ليه تحكي فيه هذاك بالحق ما في شيء، اما راهو عندنا ميلاد سري شو معناتها هذا؟ فهمت كيف الماء معك؟ ما تحب في الاخر تقول راهو مو ديني، فهمت؟ قال لي انا هذاك اللي عندي، اما انا ما صالحش يطلع عندكم النبات قرصني بس ما قلتش شنو راس قرصني. مازال عندي دقيقة برك قبل فصل، بعد عندي بتبيع مدام الشادلي مازلت معنا ضيف. تعليمات باش ما نكلمش. بتصير هكايا فيسبوك يتكلم. باهي واضح مدام عبو. تبدا. مدام عبو معناها تأكد بأنه فما أسماء جديدة سيقع الاستماع عليها في الأيام القادمة. أنا نتأكد أن أنت. قلت وصلت لك معلومات. باهي ميسر. كيما أنت لقيتوها في الفيسبوك ما نأكدش. هذيك هي القائمة اللي رأيناها. راهو ما يخوفنيش إذا تحب نقول له. لا يا قايس عايدك ما تخوفنيش. أنا عندي طلب إلى يجي إني يحكي معايا اليوم يقول عندي طلب. إيه تفضل. طلب واحد أساسي. مشيت البيت تتقى من بعضها مشيت. الحق معك حاجة رهيبة برشا. لا خلى صديق ولا خلى لنا حبيب ولا خلى لنا اللي يكون يعطي، لا خلى اللي تخدم، لا خلى اتحاد، لا خلى أحزاب، لا خلى جمعيات، لا خلى قضاء، لا خلى أمن، لا خلى شيء، فتق فيها من بعضها البلاد. واضح. شكرا لك مدام عبو، عندي شهر. شكرا مدام عبو. حاجة برك. يعملنا عرض تقرير طبي يعرف الجمهور التقرير الطبي نتاعو. لا هكا ولات امور اختيار ياسر تقول فيها مدام عبو. لحظة. شو معناها يعرف؟ لا نسأل فيك. أجل ما قلت ليش قبل يا أخي سمعني، خلنسألك مدام عبو، ما عناش في القانون متاعنا ولا عنا في الانتخابات متاعنا ولا عنا هذيتا إيه معنى اتهام رئيس الدولة أنه شنو يعرض معنى أي واحد هنا يجي يعرض ملف طبي. يا معز أنت عليش كتبت وقت البيج وانت وقت مذيع ما عملتش رد الفعل دي، ما همتكش عود لي مدام عبو. إيه نطلبت قبل ما بيش قسبش يا اخويا، عملت يعملنا التقرير الطبي من حقنا كشعب نعرف واش يحكوا فينا اليوم ويخشي قرارات خطيره، والحمد لله ما عندناش نووي. الحمد لله ربي تونس ما عندناش نووي، باقي انا قد قلنا راهي نزلت الفلسفه نزلت عليها اليوم عنده قرارات خطيره وهامه. نحبوا يعرض لنا التقرير الطبي تو سامبلومون، نحبوا نتهنيوا على سلامته الجسديه والعقليه والنفسيه والى اخره، ومن بعد له ذلك احنا وانا واحده من الناس اخلي له البيت ما عادش نتكلم حتى كلمه. مدام عبو باهي، هذا على فرضيه انه عنده تقرير طبي، معناها اللي تقول فيه وكانه ما عندك يقين انه عندك. يا معز حتى كلمة عندوش يمشي يعمل لنا تقرير طبي ويقعدوا على. وعلاش تحب وعلاش يا مدام الكلام تنجم تكون معارضه لقيس سعيد كيما تحب، تنجم تكون معارضه لمسار 25 جويلة كيما تحب، لكن طالب بانه يعرض نفسه على الطب الان وطب وجيه يعرض. تو سامبلومون انت اليوم دخلتي مرحله هدم، هو 100% مش عاوز يبني تاكوردو. انا ما نتمنش على بلادي في الهدم وفي الهندسه وفي البناء الا عند واحد على الاقل متهم اللي هو لاباس من جميع النواحي لاباس تاكوردو، ومن حقنا راهو نحن. انت اليوم حتى تجيب بنايه باش يبني لك دارك ويجدها لك يعمل لازم تشوف هو قبل الساعه ما تعطيه سلعه وجايه يعني. انت اليوم بلادي اليوم قد عملنا عكا مع ليبيا، قد قام عملنا عكا مع جنوب الصحراء، قد قام عملنا عكا مع الاتحاد الاوروبي، مع الاتنين، مع البنك مونديال، مع امريكا، مع المغرب، ياخذ يقوم يعمل عكا مع المعارضه، مع خوف مش خصوم قاعده ينسف فيهم، مع الاتحاد، مع القضاء، مع الامن، عدو في حياه مخه كان عدو مش معناتها مهبول، ما كنتش مهبول
كيف سارة وانا كنقول لها نوت نقول لي انا راه مش معناتها كل القرارات كي هي. شكرا باهي مدام عبو، ما عندي فاصل شهري. شكرا، واضح واضح الميساج نتاعك وصل.